السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم شباب شو مسوين؟ معكم أحمد أو شونغ إكس بونغ. مقطع جديد، مقطع اليوم غير مقطع اليوم، حصري شيء كذا فريش جديد، وكالة طازج 2019. دخلت اليوم الصباح يوم الثلاثاء الموافق 24 ميلادي 32 هجري تويتش بثتيفو. دخلت سبحان الله، أول ما حطيت بسم الله يدي كذا على ذا، أطالع دونيشن، أطالع في دونيشن $1000. صوت المكيف مالكم منه، برضو مالكم منه، ما والله ما بقسقس، بكمل الزبدة. الفكرة كاملة بعطيك إياها بدون حرق، وبخليك تطلع الآن معي المقطع. كيف الفكرة؟ شباب عرب، ما أدري إيش جنسياتهم لكنهم عرب، دخلوا بثيفو، سووا له دونيشن بمبلغ وقدره $1000. قالوا له أخوي تيفو نبغى نتحداك كرياتيف 4-1، إذا فزت علينا راح نعطيك $2000، إذا إحنا فزنا مالك شيء. تيفو ما صدق، وافق. وعليكم تشوفوا رد الفعل وش صار الآن وشوفوا مع بعض. أتمنى وأنت تطالع الآن كذا، أنت وك تشوفني شو تسوي؟ تروحين الله لهينك طبعا بالجوال، عاد بالجوال ها لايك زي السكر تصير، تيجي تحت تلقى عندك اشتراك. أنا ما طلعت إنها قناتي، لكن أنت تطلع لك تسوي اشتراك مع جرس. شوف اشتراك الحلقة اشتراك مع جرس، اوكي؟ اشتراك وجرس يصير ممتاز. اذا حاب كومنت بكيفك، ولو تلاحظ هنا في كود ايتم شوب اذا ودك يعني اس اكس بي للدعم. ما بطول اكثر من كذا، ننتقل على المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. Watch me kidding for the 2 months progressing for the 2 months. Bro what the fuck? I challenge you to a 1v4. If you beat us he'll give you $2000. Prombo 45 with the $1,000 donation. I challenge you to a 1v4. If you beat us, I'll give you $2,000. Bro, wait. Is this guy serious, dude? ما حدر عربي ولا أجنبي. غير اسمه نفسه كرومبو إلى سلمان. صار اسمه سلمان. كيف اسمه سلمان؟ سلمان على كلامه ده 1150. What is his name in game, dude? Because I have to add him. Well, let's go, dude. What the heck, man? Like, I hope it's that. I hope that's it. You know, I don't. I'm like scared, dude. Who's, dude? I'm scared, bro. Hi. Yo, what's up, bro? Yo, what's good, bro? You ready for the 1v4? Yeah, dude. I'm scared, dude. Nah, bro, don't worry. We're all consoles. Don't even trip. Oh, shit. Now I'm fucking terrified, dude. Just wanted to give you something. Shit. Is it because I'm renegade? Yeah, dude. I'm scared, dude. Season 1 console veteran, dude. That's so we خايف. Oh, dude. You're embedded. Where's the other two? They're joining me right now. ايوه وقف 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 وقف. اول زبون عندنا سعود هيرو. صفقه لسعود هيرو، صفقه لبنت الزومي الوحش، صفقه. حلو سعود هيرو، ويلكم يا سعود هيرو. طيب الثاني مين؟ these guys are sweat dude. I'm about to get shit on dude. اوكي عندنا مين؟ او كيلر شكله سوى السكن ما يطمن. I would have had to fucking sweat or something dude. Four people and just me. ايوه دقيقه انا ابغى اشوف الاسماء. اصبر لا 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 بعد ابغى اشوف الاسماء. اوكي عندنا كيلر وعندنا سعود هيرو. في واحد ما يطلع لكم، ثواني خليه يطلع لكم الان عشان تشوفونه. وعندنا ابو عطيف، ابو عطيف يا حبيبي. والله ونعم ونعم والله. اي وين رحت. اوكي ضيعت هذا، اصبر وين وجهي؟ هذا وجهي. اوكي هلا ويلكم باك شباب، نبدا ونكمل. طيب dude, you call it. ابو عطيف هو حق كاس الملاعب اللي تو دخل الرابع. تحرق من البدايه قاعد يبني، ما يبغى يطب عليهم عشان هم اربعه ضده. نرفع الصوت شوي. ايوه بشوا عليه.
كثرة تغلب الجماعة ولا البنج يغلب الجماعة. طبعا يلعبون على السيرفر حق مين؟ حق تيفو. يلعبون على السيرفر ان اي ويست يعني مليقين الشباب. بنت الطيارة الطب ايوه بتطير وبنت الزومبي. اوكي احشروه تكفون تكفون احي انت زومبي. الو ثلاث فوق وفي واحد قاعد يسوي لسوا من ورا بقام الفخ. طبعا مو محطين اي عدد الفوز اتوقع، ما ادري كيف متفقين لكن شكلها بتكون على الكلز يعني. باقي يسوون سبام عليه. طبعا تموت وترجع، لا تحسب انك خلاص اذا ما تطلع، لا يرجع اللي يموت يرجع وعلى كذا. يا المبنك يا المبنك يا المبنك اللي ياخذ تحت يسوي اطلع له يا شيخ. تضحك ها تضحك ما ينبنك ما عليه. ذبح اربعة للحين، ذبح اربعة منهم يا اخي ما يطبون مع بعض. هذا انا ما الوهم صراحة يعني، لو يذبحهم يا اخي اكيد بيكون صعب عليهم. اذا واحد محترف وبسيرفر حقه وبي سي بعد يعني، هذول كلهم كونسل، كلهم الاربعة كونسل تلعبوا مع بعض. تكفون تكفون مع بعض. حلو خذ عليه هاي المعرق هذه ان شاء الله تشيله. لا لا ما تفقع ما تفقع ما تفقع كذا. شوف ذا الذين فقع طاح. ايه كفو عطوا ام اسيست، عطوا ام اسيست، ايه شغلوا القطعة حقتكم مع بعض. صدقوني مع بعض والله ما يتنفس لو يطبون كلهم مع بعض عليه المبنك. طبعا لو فاز تيفو عليهم راح ياخذ 2000 دولار. وين اثنين؟ ليش اثنين بس اللي طابين عليه؟ ايوه تفله خلاص تفله. بيموت 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 بيموت. لا 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 يفقع لا يفقع يهيل. تكفون ايوه اقسم بالله رجال ما عليه ما عليه يموت بفخ بس تلقي ما همشي. اوكي انتوا اربع عليه. خايفين تكون عم والله ما ذاك صفك. خايفين يدخلون عليه عشان الفخوخ من الذين جربعهم. كيف شال دبل فخ. تكفين يا معرقة تجميه. اقسم بالله رجال وهنا تيفو يلقى من فخ. يو تيفو يو. Hey my guy. Hey yep. Another 1000 if we could do one more game but without traps. All right. Let's do it. $1000 ثانية. نشوف النتيجة. Yeah, the traps are too much. هنا عندنا تيفو 10 هم 1 0 1 2. كبير يا ابو عطيف. ابو عطيف جي جي سعود هيرو وحش. ما عليه ما قصرت كيلر. ايمودودي ايمودود اسمك. ما قصرت. حلو حلو. طيب هذا الجيم الثاني اللي المفروض انه بدون فخوخ الان، يعني ما حد يلعب فخوخ. تعالوا يطبون عليه. هي هي بدون فخوخ قلنا. هي بدون فخوخ يا ابو عطيف. القهر وشو
انه يطب عليه اوكي واحد هم كلهم لعيبه اكيد خلصين من هذول يعني بيكونوا معرقين صح، لكن على البنج تلعب على بنج 170 وعلى حالك وبتيفو ما راح تذبحه طبعا اذا ما كلهم خشوا مع بعض. هذا والله يعجبني هذا اذا خش قدامه يعطيه دمج يزعله سكن السواحات هذا ايوه هذا ما علي والله وحش هذا شكله كلب ما ادري والله مين لكن هم حاطه النين تيفو ايه خلطوه ايه خلطوه خلطوه ايه اخلطوه المبنك يا اخي يطلع يطلع من البنايه زي اللوز فجر راسه والله فجر راسه يعني الى الان اداء مقبول في واحد طاح وخذ له كيلز شلون بت الزومبي الو يلا ما عليه اوكي اكس احمر اكس احمر ان شاء الله هذا شكله مغير السكن ذاك اللي $5 عرفت السب ماشين حق خلاص حرف يلحن في البناية ويقعد ياخذ السب ماشين ما يبي يدخل مع تيبو اوكي اي والله انه هذا هذا اسطورتي الجديدة هذا صدقوني انه اسطورتي تكفى يلعن شكله ما يموت يمشي ب 200 بت الزومبي ديم اي مع بعض صار عليكم مع بعض كذا اللعب من زمان انحشر الحين بيزبلوا بيهيئوا مره ثانيه من جديد هذا الغبنا يعطونا مجال انا ايش فيني معرق بزياده العموم خلط وهذا يزبن ويضحك بعد يزبن ويضحك ايوه اسطورتي وصل هذا سكن جي جي يلا سكن حقه هذا من السيزون الثالث تقريبا $5 كان وقتها اوتش لا 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 شي شو ما فنان شباب ايوه 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 بالاتحاد قوه لا يزبن يطلع شكلك يزبن من البنايات هذا يطلع من البنايه مدري شلون كذا ويجي دمج اسطورتي والله ما قصرت يا اسطورتي ما عليه ما عليه وحش لما جاء 10 الى الان هو معاه 12 كلز والله جنة جالس يصفق جالس يصفق والله بس يا اخي ما اقدر نلومهم والله اي احد ما تقدر تلومهم ترى يلعبون على بينج ملتفل هم يبغون تجربه يعني ترى صار مو تحدي تحدي كتجربه يعني جميل والله نشوف انه قبل التحدي ووافق يلعب معهم اكيد عشان الفلوس طبعا فلوس غير نفوس يلعب مع اللي مع اي شخص المبنك اطلع طلع السماء شوف كيف قاعد يلعب فيهم ينزل ويطلع عشان بس يشلد وشلت انت الزومبي الو اوكي اللي طب الحال اللي طب الحال عليه يلقم دايم يا ساتر يا ساتر والله انه طيره والله انه طيره هذا اسطوري صدقوني انه اسطورتي والله اني دريت هذا وظيفته خلط هذا الشخص ما ادري مين انت الان لكنك والله وحش على الخلط اللي قاعد تخلطه الله لا يجعلك ضدي بسكواد ياخذ السباشين ما يفك ليه ما يخلص رصاصة خلط تيفو خلط ابن 66 لدينا ما يموت ما يموت ما يموت تعب تعب الواحد تعب الواحد المبنك يو شرف 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 شروبه 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 ميت لا والله انه زبد
لا والله هم زبن المعرق المعرق من المبنقين زبن وبيشرب الحين شرب. ايوه لا مو بيوه طبوا مع بعض والله نيلقوا اسطورتي طب عليه بالي وحش شوف اسطورتي لف الايم عشان خويه يذبحه تكتيك احيه الله يعطى وحده يلا يلا يا اخوان 2 hours later. All right, dude, the storm's here. I think we're done. man, hey, I'm on the phone with PayPal, so I'm gonna get you the dodo. طيب نبدأ نطلع الأخوان العرب تصريفات بسم الله أول تصريفة مبنك 1 2 يلعب على السيرفر حقه كلنا سوني شوف سوني 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 بينقهم 190 المساكين أيوة يلعب على 144 فريم المساكين هذول يلعبون على 30 و 40 فريم دور 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 والله شوف أنا ودي صراحة أخدمكم وأطلع درجات لكن والله صعب أنك تقارن الناس في ناس أبدا هذا كان مقطع عفوي تستمتع فيه وتشوف كيف يعني مستويات تقدر نقول برضو ما ادري والله صراحه اترك التعليق لكم في الكومنتات تحت اتمنى المقطع عجبكم الى هنا وصلنا لنهايه المقطع ما عاد بقى شيء اتوقع يقول نستمتع حتى استمتع شكرا لكم جميعا انتم بعض المشاهده اتمنى منك اللايك اذا عجبك المقطع تشترك كل يوم باذن الله لا مو كل يوم شوفوا هنا نوقف ترى مو كل يوم بيكون في مقطع غير الاختبارات هذه بهدي اللعب شوي بتكون في بثوث ان شاء الله بشكل يومي لكن المقاطع بتكون شبه يومي الفتره الجايه اعذرني ما نزلت امس مقطع اليوم بيكون في تعويض وبكره برضه بيكون في مقطع الظهر 1:30 شكرا لكم جميعا اتمنى منك اشتراك وجرس التنبيهات اذا حاب لايك برضه اذا ودك كود اتم شوب 6 بي فقط صلوا على نبينا محمد شكرا لكم فامان الكريم يا نوب لا تدخل بالحساب قاعدين نلعب ضد تيفو